السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أتحدث عن مبادرة إنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و60 ألف وحدة إسكان متوسط بإجمالي 310 ألف وحدة إسكان خلال 3 سنوات. يعني خليني أقول إنه يعني ال 250 ألف وحدة إسكان لمحدود الدخل ب 90 متر مربع، ودي هتكون تكلفتها حوالي 70 مليار جنيه، و 60 ألف وحدة إسكان لمتوسطي الدخل تتراوح مساحتها من 95 متر إلى 120 متر مربع، ودي بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه. يأتي هذا كله في إطار توجيهات سيادتك باستكمال إنشاء برنامج مليون وحدة سكنية. وفي الإطار ده يعني خليني أرجع من وقت ما فخامتك وجهت بهذه المبادرة، وأقول إنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 414 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 52 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 41,424 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 13 مليار جنيه. وده معناه أنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 454 ألف وحدة إسكان متوسط الدخل ولمتوسط الدخل ومحدود الدخل ما بين إسكان اجتماعي وإسكان متوسط بإجمالي تكلفة 65 مليار جنيه. سيادة الرئيس، لو ضفنا عليهم ال 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي هيتم تنفيذهم خلال 3 سنوات القادمة بتكلفة 70 مليار جنيه، و 60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 30 مليار جنيه. ده هيوصلنا انه في نهاية ال3 سنوات القادمة هيكون تم الانتهاء من 765,424 ألف وحدة من مبادرة المليون وحدة اللي فخامتك أمرت بيها بتكلفة 165 مليار جنيه. البرنامج الزمني للانتهاء من 310 ألف وحدة، ننتهي من 100 ألف وحدة خلال السنة المالية الحالية و 105 ألف وحدة خلال السنة المالية القادمة 21-22 و 105 ألف وحدة خلال العام المالي 22-23. ده فيما يتعلق بمبادرة فخامتك بإنشاء مليون وحدة سكنية. فخامتك أمرت بأنه وزارة المالية تطلق مبادرة لصندوق ضخ لضمان وتحفيز الاستهلاك وإعطاء ضمانات لمواطنين على وحدات الإسكان الغير منطبق عليهم الشروط المعتادة للحصول على وحدات إسكان. المبادرة بتاع ضمان صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك هيكون هذا الصندوق استكمال لمجموعة المبادرات اللي الدولة المصرية خلال العام المالي الحالي والأعوام القادمة بتطلقها لدفع عجلة الاقتصاد، وده علشان نزود من قدرات الاستهلاكية للمواطنين، لأنه النمو بتاعنا هو 3 مصادر: الاستهلاك، صافي الصادرات، والاستثمار. احنا يمكن الفترة الماضية استفدنا في قوة الدفع للنمو من زيادة الاستثمار ومن التحسن في الصادرات. الفترة دي ونتيجة طبعا للأثار اللي بيتعرض لها اقتصاد العالم كله مؤدية إلى انكماش ومؤثرة على التجارة العالمية ومؤثرة على الاستثمار، النمو النهاردة بيمثل لنا فرصة كبيرة جدا علشان يساعدنا إلى أن يتعافى التجارة العالمية، تتعافى التجارة العالمية ويتعافى الاستثمار، إن هو يعني يبقى قوة دفع قوية لمعدلات النمو. عشان كده فخامتك قلت نطلق صندوق، الصندوق دوت أسميه صندوق قابض في 2 مليار جنيه تضخم الخزانة العامة للدولة. هيكون الصندوق ده مهمته ان هو يحفز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات تمويل استهلاكي على انها تبيع بالتقسيط، على انها تقرض المواطنين، على انها تمول، وبالتالي هذا الصندوق هيساعد على
ان هو يعني توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعملية تمويل استهلاكي، تسهيل وزيادة قدرة المواطنين على انهم يحصلوا على سلع وخدمات وشقق واراضي، وفي نفس الوقت هيكون اداء لتقليل المخاطر اللي بيتعرض لها اللي هي الشركات ديت، لان الصندوق ده هيبقى ليه اذرع. يعني الصندوق دوت هيبقى فكرته ان هو صندوق قابض، لكنه هيخلق اذرع. هو ما واحد يتعلق بالتعامل مع امور التمويليه للعقارات اراضي وشقق، هيتعلق بان انا احفز الانتاج والاستهلاك، بان انا ازود القدرات الشرائيه للمواطنين، شراء بالتقسيط وخلاله، وبالتالي المصانع بتاعتنا تشتغل ورديات اكتر وتعين عاملين اكتر، وكل ده هيساهم في النمو اللي احنا مستهدفين خلال الفتره الماضيه. وبالتالي فهو اهداف الصندوق دوت ان هو يساعد على زياده النمو من خلال تحفيز الاستهلاك، وده هيؤدي الى زياده مساهمه الانفاق الاستهلاكي في جانب التنميه الاقتصاديه، وزياده حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وشراء العقارات. ايضا هيساعد على ان هو يغطي جزء من المخاطر التمويليه لبعض الانشطه، في مثل عند شراء سيارات، اجهزه منزليه وغيرها، العقارات. وايضا في حاله ان الدوله تطلق مبادرات استراتيجيه لبعض الانشطه، على سبيل المثال لو قلنا مثلا عندنا تكييفات قديمه بتستهلك طاقه كهربائيه كبيره، هنستبدلها بانواع احدث تقلل تكلفه الطاقه الكهربائيه على المواطنين، وفي نفس الوقت حاجه افضل، يبقى انا قدرت ان انا اساعد المواطن بان هو يحصل على اداه اللي هي وحده تكييف بتكلفه معقوله متقسطه، قللت له فاتوره الكهرباء، في نفس الوقت المصنع اشتغل وانتج وعمل خلق وظائف، وفي نفس الوقت الدوله استفادت ان المصنع عمل ارباح، فخدت منه ارباح تجاريه وصناعيه، والوحده اللي اتباعت عليها قيمه مضافه استفادت الخزانه، وبالتالي فعجله الانتاج هتفضل دايره، والنمو بتاعنا المستهدف، لان احنا كنا قريبين جدا في فخامه الرئيس من ان احنا نوصل ل 6% ونعدي. احنا كنا في العام المالي 19 20 مستهدفين 6%، ومع البدايه كنا بنقول يعني لو حتى ما حققناش 6 ممكن نبقى 5 و8، لكن قد الله ما شاء فعل. لكن عاوزين نرجع تاني، وبالتالي كل المبادرات اللي تم يعني التحدث عنها تصب في العودة لهذا الوضع. ويمكن فخامة الرئيس النهاردة الشيف ميشن بتاع مصر في صندوق النقد الدولي عاملة مقال امبارح فقط بتقول انه اللي عملته مصر واللي عملته الحكومة المصرية يمكنها من استعادة تعافي الاقتصاد بسرعة، لانها قدرت خلال الفترة الماضية تمتص الأزمة، وكمان خدت إجراءات تمكنها من أنها تتعافى وتعود تاني لمرحلة النمو بالأرقام اللي كانت مستهدفاها. ده بالإضافة إلى أن احنا نقدر نمول تموين منخفض التكلفة لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات اللي تطلقها الدولة، زي ما معالي الوزيرة اتكلمت على مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة، يبقى الصندوق ده يستطيع أن هو يخش ويدي تمويل، وبالتالي ده في النهاية هيصب في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ومساندة القطاعات والصناعات الاقتصاد المصري، وحصول المواطنين على السلع وزيادة قدرتهم عليه بأسعار مناسبة وبشروط مناسبة. يمكن سيادة الرئيس لو بتسمح لي أنا حابب أختم وأقول أنه يعني برغم أن أزمة كورونا كانت قاسية، وبرغم أن هي يعني تبعاتها هتستمر لعدة سنوات بدون أدنى شك، ولكن الحاجة اللي حابب أقولها للسيادة الرئيس، ويمكن فخامتك لما اجتمعت بينا في مارس وسألتنا يا ترى قدرتنا وقدرة الموازنة العامة للدولة تستطيع أن تمتص قد إيه من دوت والإمتى، فيعني ساعتها قلت لفخامتك إن شاء الله الإصلاح الاقتصادي اللي عملناه موفر لنا مساحة كويسة، وإن شاء الله لغاية 30/6 أمورنا هتبقى مستقرة وثابتة. وده اللي حصل سيادة الرئيس، امتصينا الأزمة، وبشر فخامتك نتائج الموازنة العامة للدولة المصرية اللي انتهت في 30/6 نتائج طيبة جدا. ان شاء الله بإذن الله لما هنعلنها هتبين قد ايه قدرنا نمتص الصدمة، وازاي قادرين ان احنا نواصل ونواصل بنتائج ايجابية ان شاء الله. شكرا جزيلا فخامة الرئيس، السلام عليكم.